السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوت، اليوم نبارطاجيو معكم هاد الكولية ديال علي اكسبريس اللي جا فيها اليوم. دونك جا فيها أول حاجة جات فيها هو هاد البوشيطة ديال ريدمي نوت 10 برو، جات فيها هاد البوشيطة. دونك هادي كنت محتاجها أصلا، داكشي علاش خديتها. محتاجني في هاد التليفون دابا اللي كنصور بيه الريدمي نوت 10 برو، هادي بعض المرات كي الحمد لله. دونك هذه البوشيطة، واو واو واو، واعرة واعرة صراحة واعرة. دونك جات مغايرة الإخوان. دابا أنا نجيب لكم بوشيطة الأوريجينال، هي هذه. شوف الفتحة كي دايرة فيها، مفتوحة على كل شيء، على الكاميرات بربعة وعلى الفلاش. هذه لا، هذه واعرة عليها. ومن هنا دونك من هنا سيليكون ناعم، داك السيليكون ما كيخليش تراس. ومن هنا واحد الطبقه بحال اللي تقولوا ديال الدان، يمكن باش ما تعرقش التليفون ولا غالبا. دونك واعر واعر واعر. الثمن الخوت غالبا غتكون شي تقريبا 20 درهم، هذا اللي كاين. فوالا، هذا الناس، هذه برودوي دو كاليتي، قلبت فيه مزيان واخا مكتوبه فيه الام هنا، راه كيليق للناس مختلف لي طاش. كاع واحد السيد غليظ كاع ودايرها. دونك هذه مخيره حتى هي، اللي بغى الانسان راه قلب عليها، راه كيتزاد عليها الثمن ديالها، راه كيطلع وينزل. وجنا كذلك هاد الديسك ديال اس اس دي. هذا علاش الخوت عندنا واحد ميني بي سي وبغينا نجربوا ليه الديسك ديال، كاين فيه الاش دي دي تقيل، واحد الديسك ديال يمكن 5400 تور بار مينيت. شوفها انا مكاينش اللي كيفقصني قد هاد الحلال، كيكرفصني. علاش هاد الميكا خطيرة اللي دايرينها باش تعرف، يعني الا حلوها في الديوان ولا شي حاجة غتبان راها محلولة. دونك المارك سومنومبوليست هو هدا. سومنومبوليست يعني بحال اللي كتقول فيه الأرق لا ينام. هادي 64 جيجا، تقيل شي شوية، زوين. ها هو ساطة هنايا، سيريالاتا 2.5. الفيتيس ديالو قلبت الفيتيس ديالو لقيتها مزيانة، تقريبا كتمشي في حدود ديك 400 ميجا. لي فيشي 400 ميجا ديال الترانسفير، لي فيشي 4K شوية تقيلة شوية فيهم. الفيشي الاخرين شتيها 3 سنين كارونتي، بحال 3 سنين هادشي تعيط لي نتايا. هذا تقريبا معقلش عاخديتو شي 60 درهم الاخوان، كان ديك الساعة 60 درهم راه بالنسبة لي غالي، لأن 64 جيجا كارت ميموار أحسن منه. فعلى العموم هما هادو البياسات اللي خدينا خوت، وهادو من العروض الثلاثية ديال لي 3 شوا. هذا اللي كاين، دايما كناخد بياسة من الحاجة، تنخلو الإخوان تاهما يشرو داكشي اللي بغاو. ما تشريش باش تبيع، هذا اللي كاين. لو بغيتي تبيع شي حاجة ديالك مثلا ما عجباتكش، ولا ماشي ما عجباتك، فايت منك مجربها وبغيتي تبيعها، ما فيها باس. اما باش تجيب 20 30 10، داكشي راه ما كاينش. خلي بنادم التجار يخدمو، وخلي حتى الناس اللي من وراك يبقات فيهم هاد متعة الشراء. هذا اللي كاين اخويا.